سلام، يعطيك العافية. بدنا نشرح اليوم تجربة 17 اللي هي بتحكي عن هيت اوف سوليوشن. مثل ما بتعرفوا شو يعني هيت اوف سوليوشن؟ amount of heat required or released when a certain amount of solute is dissolved in certain amount of solvent. انت بدك تحسب الهيت سوليوشن لمين؟ بدك تحسب الهيت اوف سوليوشن ل KNO3، هذا هو السوليوت، بدك تذوبه بالسولفنت اللي هو المي. فانت بتشوف شو الهيت لهذا السوليوشن. هذا السوليوشن بدنا نشتغله على كالوروميتر. هذا الجهاز، هذا الجهاز موضع عندك بالفيديو العملي كيف اشتغل عليه وكيف احسب الكالكوليشنز تاعت الهيت اوف سوليوشن. قبل ما تعمل هاي التجربه وتشتغل وتحسب الهيت اوف سوليوشن، لازم تعمل كالبريشن للكالوروميتر هذا الجهاز. هذا الكالبريشن انك يعني تعرف الهيت كاباسيتي للجهاز، بدك تكون فاهم الفرق بين الهيت كاباسيتي والسبيسيفيك هيت. الان انت كيف بعمل له هذا ستاندرايزيشن او كالبريشن؟ باستخدام تريس مع HCl. موضح لك في البروسيجر الفيديو العملي كيف تشتغل هاي التجربة، وكل نقطة مهمة وكل كبسة مهمة في الجهاز، وما تصير تكبس أي شيء بدون ما تكون متأكد منه. لازم تكون عارف كل شيء بدقة وعارف كل لحظة شو بدك تسوي وإيش الخطوة اللي بعديها. هذا التريس مع HCl بدك تجيب منه نص جرام مع 100 مل HCl. هدول بدك تشتغل فيهم different masses مع 100 مل مي. فنفس البروسيجر هون، الخطوات اللي على الجهاز نفس الخطوات اللي هون، بس هذا الهدف منه تعمل له ستاندرايزيشن او كالبريشن للجهاز باستخدام تريس مع HCl. مش احنا اللي حددنا، الشركه اللي موجوده واللي صنعت الجهاز بقول لك باستخدام تريس مع HCl لازم تطلع معك التغير بدرجه الحراره تقريبا 35% سيليسيوس إذا وزنت نص جرام بالضبط. عشان هيك هاي الوزن بدك تدخلها بالجهاز القراءة، فعشان هيك لازم تكون عارف قديش وزنت بالضبط. مش شرط نص جرام، بس الوزن اللي وزنتها هي اللي ندخل قراءتها في الجهاز عشان نعرف قديش طلع معنا دلتا تي. هذه نقطة. النقطة الثانية بدك تنتبه لها، لما بدك تيجي تحط التريس والHCl بدهم يكونوا منفصلين عن بعض. بعد هيك بتيجي لحظة حسب ما راح تفهم بالفيديو العملي، تيجي بتخلطهم مع بعض، فبدك تعرف قديش كانت الحرارة، هي قديش كانت الحرارة بدك تعوضها بالعلاقة عشان تحسب الهيت كاباسيتي. انت الهيت كاباسيتي عندك شو بتساوي؟ كيو اس على دلتا تي. دلتا تي من وين بجيبها؟ هاي هو بعطيك اياها الجهاز بالاخير، اللي هي تقريبا تكون هاي القيمه، وتكون هون بوزيتيف. شو معنى بوزيتيف؟ انه اكسوثيرميك. هون تكون دلتا تي نيجاتيف، لانه هذه عباره عن اندوثيرميك، يعني بده حراره عشان يصير عندي هذا السوليوشن. هذا بعطيك حراره لما يذوب السوليوت بالاتش سي ال، التريس يذوب الاتش سي ال. فهذه اكس بدها تكون هذه البوزيتيف، هاي نيجاتيف، رح يطلع معك على القيمه اشاره سالبه بدك تنتبه لها. كل مره كل ما تغير الوزن رح تطلع معك بالسالب، مش رح تطلع معك ولا وحده فيهم موجب. عشان تحسب الهيت كاباسيتي هذه معين الجهاز، هاي وين بدي اجيبها؟ بدي احسبها من هاي العلاقه اللي هي مكتوبه عندك هون. مكتوبه عندك بالتلخيص كيو اس، هذه الام وهذه الكونستانت 738 زائد 0.3433 وهون 25 ناقص تي 0.63 ار. هاي العلاقة اللي بحسب منها كيو. شو هاي؟ ماس تريس. هذا كونستنت، هذا كونستنت، هذا كونستنت. شو هاي؟ هاي مكتوبة عندك بتساوي تي نود زائد 63% دلتا تي. هلا انت لما تبلش الشغل في التجربه بدك تشتغل قلنا تريس مع HCl. تريس مع HCl رح تتعلم بالفيديو العملي كيف بدك تطلع هاي القيم. المس، اسف، الماس تاعت تريس انا موزنها، هذه كونستنت، هذه كونستنت. هلا بنيجي هون، هاي بدك تطلع قيمتها. من وين بطلعها؟ باستخدام هاي العلاقه. شو هاي تي نود؟ هاي تي نود اللي هي لما يزمر الجهاز حسب الفيديو العملي، والمعنى الزقلوب راح يزمر مرتين. الزمور الاول معناها انه اخلط، الزمور الثاني معناها انه خد قيمه دلتا تي. فانت عند الزمور الاول قبل ما اخلط، هذا في بحكي قاعد انا هون تريس مع HCl، هون ما في، هون في زمورين بس بدي اخذ قيمه واحده بالاخير اللي هي دلتا تي. هون لا، بدي اخذ القراءه الثانيه دلتا تي وفي قبلها قراءه على الزمور الاول.
هون في زامورين هيني بعيد. الزامور الاول معناه اخلط بس ما تاخذش قراءات، ولما يزمر الزامور الثاني بتاخذ دلتا تي، بتاخذ بس هاي. اما بالكالبريشن تزمر كمان زامورين بس بدك تاخذ قراءتين، القراءه الاولى قبل ما اخلط اللي هي تي نود، والزامور الثاني بدك تاخذ دلتا تي. عشان اقدر احسب هاي بعوضها هون، ومع الماس بقدر احسب كيو اس بعوضها هون، بقسم على دلتا تي اللي هي نفسها هاي كمان، بطلع مع الهيت كاباسيتي للجهاز. فانت ببين شغلك صح ولا لا لما تطلع معك دلتا تي، لازم تطلع معك اراوند 0.3. الان لما تخلص البارت تاع الكالبريشن للجهاز بتبلش بكي ان او 3 مع ماي بنفس البروسيجر ونفس الخطوات ونفس الشغل اللي راح تشوفه بالفيديو العملي، وبزمر مرتين. الزمور الاول اول ما يزمر بتخلط بتسقط الكي ان او 3 في المي، معناها يعني بعطيك الزمور الثاني انه خلص السوليوشن وتكون، خذ دلتا تي وبتكون بالنيجاتيف. فباخذ بس دلتا تي، هيني بعيد المره الثالثه ترس مع السي ال بدي اخذ دلتا تي، وقبلها بدي اخذ هاي اللي هي قبل الخلط، هاي بيفور ميكسينج لازم تاخذ عشان اقدر احسب الهيت كاباسيتي. الان لما تشتغل هذا البارت شو بدك تحسب فيه؟ هذا البارت بدك تحسب الهيت سوليوشن للكي ان او 3 مع مي. شو بدك تحسب منه؟ هذا اللي هو مكتوب عندك هون، انه الهيت اوف سوليوشن دلتا اتش سوليوشن بتساوي ناقص سي بي في دلتا تي، هذه حسبناها هون، ودلتا تي اللي هي تاعت كي ان او 3 مع مي. وبدك تحسب كمان الانتيجرال هيت اوف سوليوشن، بدك تكتب بالديسكشن شو الفرق بين الهيت اوف سوليوشن والانتيجرال هيت اوف سوليوشن، اللي هي دلتا اتش سوليوشن على ان، ان شو بتمثل؟ اللي هي المولز. وشو المولز بتساوي؟ ماس الكي ان او 3 ماس السوليوت على المولر ماس للسوليوت. وبدك تحسب كمان الديفرنشال هيت اوف سوليوشن، تكتب بالديسكشن شو الفرق بيناتهم هذول الثلاث، وهي كاتب لك هون الديفرنشال هيت اوف سوليوشن بتساوي الانتيجرال هيت اوف سوليوشن زائد المولاليتي في السلوب. السلوب هذا من وين جاي؟ من الرسمه اللي بدك ترسمها بين الانتيجرال هيت اوف سوليوشن فيرسس المولاليتي. المولاليتي شو بتساوي؟ ماس السوليوت، اسف مولز السوليوت اللي هو كان 3 على ماس السولفنت. السولفنت هون 100 مل، اعتبر الدنسيتي واحد تكون 100 جرام يعني 0.1 كيلو جرام. وفي عندك كمان اخر وحده الهيت اوف ديليوشن، مكتوب عندك كيف تحسبها، او هاي مش مطلوب، مكتوب عندك بس بديش اياها انسوها. فهدول بدك تحسبهم، هاي ديفرنشال هيت اوف سوليوشن وانتيجرال هيت اوف سوليوشن وهيت اوف سوليوشن، ثلاث شغلات هدول بدك الله اكبر. وهذا بيعتمد على الهيت كاباسيتي، والهيت كاباسيتي من وين بجيبها؟ من هاي العلاقه مع اتش سي ال. بدك تنتبه على الفيديو العملي كيف بدك تركب الجهاز وكيف تركب القطعه، خاصه في قطعه غاليه هاي بدك تنتبه عليها وانت بتركب فيها. ما عرفت تركبها او صار عندك خلل بدك تنادي الاستاذ، تناديني او تنادي الاستاذ المشرف المختبر وتحكي له عن هاي النقطه وتكون متاكد منها 100%. كمان بدك تنتبه على نقطه انه انت بدك توزنه من كي ان او 3 وتوزنه من التريست بدك توزنه بقطعه معينه مش بالوينج بوت، هاي نقطه مهمه. كمان بدك تنتبه لما تعمل عمليه الخلط تكون قبل ما تخلط دلتا تي بتساوي صفر، موجود عندك على الجهاز هون ولا هون. يعني بعد فتره تصير هاي تتغير، يا اما بالنيجاتيف هون يا اما بالبوزيتيف هون. ما صارت تتغير رغم انك قاعد تستنى، اعرف انه انت ما تم الخلط، ما نزلت السوليوت في السولفنت. بدك تنتبه هاي الامور، هاي كلها دلائل بتبين على انه شغلك ماشي صح ولا لا، خاصه هاي النقطه اللي هي بتمثل لك دلتا تي تاعت الكالبريشن اللي هي 0.3. يعطيكم العافيه.